وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا مسعد، انت وصلاح. صباح الخير. صباح الخير. رحلة سعيدة. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ، عندك كمين خصم. ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع، جاي متاخر، مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى اتفضل. انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوط وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني، انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه ده بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه، دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتيها سجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه المشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين، بيحطيه عندك في الدرج شهرين يقلب شعبوله لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ ايه يا نجوى؟ يا ليس نجوى. يا لهوي بلطجه بقى. بس انا ماليش في البلطجه قوي يعني. بلطجي بلطجي. يا سلام. صباح الخير. صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه سيتي كول معاك. الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي. ابتسام. اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون؟ 506-3500. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش، اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه المنيل. الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 لا، ولا يهمك يا اخت ابتسام، انا عارف عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابة تجربة قاسية عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا، هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا جدا. اوكي ميرسي. ويا ريت نعتبرك صديقة البرنامج، صديقة الشركة. معلش سلام، مع السلامة. معنا اتصال تاني نقول الو. الو. يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعة لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا لا لا، لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20، وانت حضرتك بقى حدق، فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيء. ايوه فاضل لي خط وابقى بدات ابيع في ال 500 خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب، الاسبوع ده كله تنزل شيفت بالليل. فادي كول كول. مغلوب يا مان. بي كول. الو. عمده. ازيك يا حبيبي؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي، طالب منك 50 خط تليفون للشركة بتاعته. ايه؟ 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي. من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه! من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوة بحوافزي، خليك في حوافزك انت. ايوه! ايوه ايوه لا مفيش حاجة مفيش حاجة. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قلانه، جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟
انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بلد ادم. انت جاي حضانه؟ انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه على فكره. انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم، يا بني ادم. انت هنا في بيتي وانا ولا هديك على وجهك. هتضرب ولا ايه؟ بقولك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي، معلش اتاخرت عليك. الله معتز، ازي حالك؟ جبت الحشيش؟ اه جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ ترابورة. ايه؟ ترابورة افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كام؟ واحد واحد. يلا يا جدعان، مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى، خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عندي البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم ده جون فينا يعني؟ في مصر؟ اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك، انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي الطاري وربطته. سمعتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين، تقدمت اسكتلندا، وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنية فيها متابعة كانت رائعة. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعة الخامسة الى النقطة رقم 14. السلام عليكم. سلام وطبر كيف؟ اوعى تيجي جنبها. ها لا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله، ايه ده؟ المفروض ان دي شركة محترمة. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس. ايوه. شكرا. ها ايه رايك بقى؟ في ال50 خط انا عينيا ليكم. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه، ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط. اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد، كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه، تجيب لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهله جدا. ها يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايوه ايوه. ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامه مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانه دي ايه؟ انسانه؟ هي كمان انسانه مش ذكر؟ مستحيل مستحيل يا عماد. البنت دي قلبت من عنده خاتم الماس 9 قيراط وغيرت عنوانها. لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت، لا احنا ولا البوليس، وانت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكايه دي. ما ينفعش يا عماد، مستحيل مستحيل. 100 خط. وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس؟ كل البيانات. برضه لا، مش انا، مش انا يا استاذ اللي يعمل كده، مش انا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحده بنت. انا اسف. الزياره انتهت، اتفضلوا. انا اللي هتفضل. مشروع الخطوط اتلغى. ولا كل خطوط العالم. بعد اذنك. انا شريف. انت فاشل، انا عايزك تبيع لي خطوط. ما عنديش مانع، بس انا ليا طلب عايز اقول حاجه كده. هديلك 5000 جنيه. مش فلوس،
الميتين خط دول انتوا عايزينهم امتى؟ 200 ايه يا ابني؟ احنا كل اللي قلناه 100 خط بس. مين قال 300؟ انا من ساعه ما جيت هنا وهم 400. موافق موافق. على فكره يا عندكم بالتاكيد احنا دورنا في كل الشبكات التانيه ملاش اي وجود. اتفضل. 400 خط. ده طلب الشركه. قول لي بقى اسمها ايه؟ وعنوانها ورقم موبايلها وكل بياناتها. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ معلش معلش نسيت متوتر فهمت؟ خلاص فهمت. اسمها ايه بقى؟ سارة محمد المهدي. اسم جميل. اوكي يا جماعه ان شاء الله بكره الصبح ال 500 خط هيكون عندكم. السلام عليكم. السلام. امسك كده يا راجل. ارفع رجلك بس خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكله؟ علشان خاطر يا نوجه دي خدمه انسانيه لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه النهارده. لا يا طارق ما تسبليش بليز. 5 ثواني. نو. هخش الكنترول روم 5 ثواني اجيب البيانات واخرج. 5 ثواني. نو. طب 3 ثواني. نو واي. طب نص ساعه. طب نص ساعه. اوكي. مرغني. طارق ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى حبها خليت على طول. بس حب من طرف تالت. يعني ايه اول مره اسمعها دي؟ يعني هي بتحب واحد واحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على الاولاني عمرها ما حكيت لي عنك. طب ايه عايزاك تحت؟ طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب هكدب عليك. عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه ساره 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 الضفراوي ساره معانا ساره محمد المهدي. ساره محمد المهدي. ايوه ساره محمد 15 شارع المعادي. تمام قوي. طيب ربنا يستر. ايه ده 5-7 ده رقم الاستاذ اسامه منير. اتصل. الو. هاي يا اسامه. على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي. ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه الكمبيوتر بتاعي فيه كان رقمه. ايوه 17. لا انت بتعمل ايه هنا؟ فيش. كنت عايز اتكهرب بس ما عرفتش. وانا كنت عايز احب بس ما عرفتش. ليه حصل ايه؟ قعدت ترغي وما فتش من اي حاجه. طيب معلش. طب افك انا بقى. طب ما افك لك انا معايا فك. طب معاك 10 خمستين؟ لا معايا 6-8. يا راجل افك لك وبتاع عمال ترغي وموقفني. اقعد يا مرغني. سلام. ماشي. جرب بقى الوصله. رب تكون اشتغلت. عشان كده حاسه ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام الحب هيجي لوحده. كتير قوي نقعد ندور على الحب. دي ريهام صديقه البرنامج. اخطاء كبيره جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب. هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على تجربتك. ازاي تبقى نصيب؟ خلينا نهدي لك الاغنيه اللي جايه. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل. عبد الله على السلامة. اركن العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع. أنزل أنت. أنزل بسرعة عايزك. خلاص خليك أنا نازل. بسرعة. طيب خلاص. رهيبة. القهوة. قهوة إيه يا راجل؟ دي تقرب. أنا بتكلم على البنت اللي أنا كلمتك عليها قبل كده. صوتها يا معتز تحفة. أنت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الأستاذ أسامة منير. إيه؟ أنت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل. لا ده بالصدفة. انا خلاص بطلت. ايوه كده. انا عايزك بقى وزة تعرفني عليها. بقول لك ايه؟ ابعد عليها دي خالص واديهم رقمها. لما اتاكد الاول انها مش نصابة. ولا ده اكيد بنت ملعب وانا عارفها. اخرس. انا ما اسمحلكش تقول عليها كده. انت فاهم ولا لا؟ ولا اخرج بره الموقع. يلا بره. انت مش محترم وضلالي. ولا انت بتعزلني قدام العمال. ايوه اشهدوا يا عمال مصر.
ولا امشي يلا. هاي يا جميلة، انت فين؟ في الشغل، لسه خارجة حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الاهلي. الفرصة جت. المطعم ده فين؟ ايوه انت في الزمالك. طب يلا باي. جميلة ولا اقولك مش قادرة اخرج، ما تيجي نتغدى عندي في البيت. طيب خلاص هستناكي. اوكي. ايه الاشكال دي؟ اكيد بتهزروا. طب انا اكلمها على الموبايل. اتصل بيها على الموبايل واشوف. ده انا تنسى في الموبايل. شيل الفيشة شيل الفيشة. انا قفلت قفلت. بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم. اهو بقول لك ايه لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اللي لازق فينا ده على طول هنا كده. يا راجل يا راجل يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى هتطلع لي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعه معلش لو سمحتوا، اللي عامله تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها انت يا استاذ؟ ايوه اطلع بره لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي وحضرتك داخله هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكره. يا سلام، خش شوف الشعور اللي جوه، بكره تتعقدي. ترى بلكونتك بتبص على الشارع. هتيجي سارة. الحيوان ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى ام 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 او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربيه اسعاف. يا رب ولد ايه دي؟ مش حامل. يا رب تقوم بالسلامه. يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجه حاله تسمم. واضح انها شربت الحاله ومش نظيفه غصب عنها. اغتصاب؟ اغتصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم.
الله. تتهافت عليه الهموم،